السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الكابتن حسام. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، وأتمنى أن تدعموا القناة عن طريق الضغط على زر الإعجاب والمشاركة بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم المحتوى الجديد أولا بأول، وأرائكم تهمنا في التعليق. وبنصبح عليكم النهاردة، وجت الفرصة أن نطلع مع واحد صاحب الأرض كده، وإن احنا زرع بطاطس، وجت الفرصة نطلع معاه عشان يجمع البطاطس اللي هو زرعها. الأرض كلها مزروعة بطاطس زي ما انتوا شايفين كده، ولسه هو هنشتغل دلوقتي فيها بالمكنة ونطلع البطاطس دي كلها بطاطس، وهنشوف البطاطس ازاي هنا ان هم بيطلعوا البطاطس من الأرض. الأرض دي كلها مزروعة بطاطس اهي. بسم الله، زي ما انتوا شايفين كده، بس لسه دي كلها هنحطها دلوقتي وهنطلع البطاطس منها. لو هنشوف البطاطس ونطلعه ازاي. البطاطس دي البطاطس اهيتي، شايفين البطاطس ده شجر البطاطس اهو. تابعونا ان شاء الله واحنا بنطلع البطاطس، نوريكم ازاي هما احنا بنفحر الارض وبنطلع البطاطس من تحت الارض. بسم الله بسم الله، اهو انتوا شايفين كده البطاطس اهي. بيقطع دلوقتي اي اعشاب واي حاجه زياده بيقطعها بالمكنه. بيقطع اي عشاشه واي اعشاب الاول عشان بعد كده نعرف ان احنا نقلب الارض ونطلع البطاطس. طبعا انا بساله، شايف بعض جذور البطاطس ماتت زي دي كده، فبقول له دي فيها بطاطس تحت كده. قال لي اه فيها بطاطس، قال لي لو انت فحرت عليها الارض هتلاقي في تحت بطاطس هنا. يعني ده بيقول لي في تحت هنا بطاطس. البطاطس اهي. تبقى البطاطس تحت شوية. البطاطس اهي. بنتابع معاكم جني محصول البطاطس، و لا 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 تبغى له صورة. زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، ده محصول البطاطس. بسم الله ما شاء الله، وبنكمل على كده كل الارض بنشدها كده. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، وانا عارف ان في كتير منكم اول مره يشوفوه. واتمنى ان انتوا تشيروا الفيديو. واحنا هنا جمعنا ده محصول البطاطس زي ما انتوا شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله، اتمنى ان الفيديو عجبكم. واحنا هنا بنقي البطاطس، بنقي المكسوره لوحدها والناعمه لوحدها، وبنقي دي البطاطس الخشنه هيتي. ده كل دي اللي هنروح للتجار. بسم الله ما شاء الله، محصول حلو. بسم الله ما شاء الله، اتمنى انتوا تشيروا الفيديو وتدعمونا بلايك وشير، وتابعونا
يا ريت تكتبوا تعليقاتكم تحت الفيديو، واتمنى دايما ان فيديوهاتنا تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.